حبيبتي. على الصحفيين الأخت زينة الحلواني ووهبي بنكية وشباب آخرين تواجدوا في منطقة الشيخ جراح. أبرزنا أمام المحكمة أدلة تظهر اعتداء وحشي وبدون مبرر ضد الصحفيين اللي هم سلطة رابعة، والتي تكشف جرائم التي يقوم فيها جنود الاحتلال والشرطة الإسرائيلية. مع كل أسف المحكمة قررت تمديد توقيفهم لعدة أيام من أجل التحقيق. بالفيديوهات التي أبرزناها والتي هي موجودة في كل وسائل الإعلام تظهر بشكل واضح أن أي من الشباب الذين تم اعتقالهم وبالذات الصحفيين لم يقوموا بالاعتداء، الشرطة قاموا بالاعتداء ولم يقوموا بإبراز أشرطة الفيديو التي توثق ادعاءاتهم. في المقابل نحن قمنا كما ذكرت بإبراز هذه الأمور، ولكن كل أسف تم تمديد توقيفهم. طلبنا من المحكمة أنه إذا حاولت الشرطة مرة أخرى طلب توقيفهم لغايات التحقيق أن يقوموا بإبراز الأشرطة الموجودة على كاميرات الجسم التي تتعلق بالشرطة. هذا قرار جائر وغير متناسب، كان الأصل أن يتم إخلاء سبيلهم في محطة الشرطة. قمنا بطلب من الشرطة أن يروا أشرطة الفيديو التي معنا ولكنهم رفضوا. نحن سنقوم بتقديم شكاوي في محاش اللي هو قسم التحقيق مع الشرطة بسبب الاعتداء الذي قاموا فيه، وسنقوم بتقديم استئناف ضد قرار التوقيف.